19 من سبتمبر من عام 1869 توفي الفقيه والشاعر محمد بن علي بن محمد بن علي المنذري. كان أكبر القضاة في عهد السيد سعيد بن سلطان، ثم في عهد ابنه السيد ماجد بن سعيد بن سلطان. نشأ في عائلة علم وحسب عرفت بتولي مناصب القضاء، فكان أخوه الشيخ عبد الله رئيساً للقضاة من بعده، وشغل ابنه علي منصب القضاء في زنجبار. من آثاره جواب السائل الحيران في مسألة رؤية الرحمن والخلاصة الدامغة وغيرها من المؤلفات. التاسع عشر من سبتمبر من عام 1928 أصدر السلطان تيمور بن فيصل قراراً بتنصيب عيسى بن صالح بن عامر الطيواني قاضياً بمسقط خلفاً لراشد بن عزيز الخصيبي الذي توفي في تلك السنة، وقضى في منصبه حتى وفاته سنة 1943. التاسع عشر من سبتمبر من عام 1934 توفيت السيدة فاطمة بنت محمد بن سعيد بن سلطان. والسيد محمد والدها هو رابع أبناء السيد سعيد بن سلطان، ولد في عمان سنة 1826، كان تقياً شغل نفسه بأمور الدين. عينه السيد سعيد حاكماً على السويق، وزار زنجبار مرة واحدة ليشرف على ميراث إخوته المقيمين في عمان وكيلاً عنهم. والسيد محمد هو والد السيدة فاطمة والسيدة علياء، وهو والد السيد حمود سابع سلاطين زنجبار، وجد علي بن حمود ثامن سلاطين زنجبار من أسرة آل بوسعيد. وقد توفي السيد محمد في يوليو عام 1902 إثر حفل زواج ابنه. التاسع عشر من سبتمبر من عام 2008 صدرت أوامر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتشكيل لجنة عليا تقوم بدراسة وضع المسرح ومستوى الدراما في السلطنة وتقييم المستوى بهدف وضع خطة للنهوض بهذا القطاع.